لا تكوني ناكرة للجميل، يعني منبعت لكم ممثل كرمال سطر واحد، انتو كمان دبروا الكرفان لو سمحتوا. هلأ لا تتحججي بالميزانية. لميس في مكتبه؟ أهلا وسهلا. أهلا فيك. أه لا برا، بس رح ترجع قبل الخمسة، بتكون بمكتبه، عندها اجتماع مع منتج مسلسلكم. الله يستر من هالاجتماع. هيك على الأغلب. ما علينا، بمشي قبل ما يجي جهاد، لأني ما رح أتحمله إذا حكاله كلمة هيك أو هيك. يعني أنت الوحيدة اللي بتعرفي وضعي. تمام بارش، ما تنرفز فورا، الأعصاب مشدودة خلق. تمام، إذا ما عندك شغل تعي نشرب شاي على التراس. تمام، معناها رح أجيب التابلت. تفضل. يلا. ألو، أهلا وسهلا. إيه تمام. بدك جبلك قهوة؟ ما رح نحكي يعني؟ بشو؟ بخصوص مبارح؟ أنا آسف إذا سببت لك أي إحراج. لا مو هيك القصة. يعني كنت معصب من أخي وشربان وخبصت بلحظة، كرر اعتذاري منك. ما رح تنعاد مرة تانية وعد. نحن منرتاح مع بعض بلا ما نخرب هالشي. فينا ننسى ليلة مبارح ونرجع مثل قبل؟ لساتني متكركب من قصة الفيلم. يا ريت لو ما رفضنا. يعني أنت كنت حابه وأنا أثرت عليك؟ لا مو أنت، لميس كمان قالت ما تقبله. بس بعد ما نزل الريت تمنيت لو إني موافق. أنت ما رح تضيع لأنه ما مثلت بهالفيلم بارش. أنا بعرف منيح قديشك ممثل موهوب وبتحب شغلك، ويلي عنده هاي الميزات أكيد رح يضل ناجح. دجلة، أجت مديرتك وخلقها طالع، قلت بخبرك. امشي. Thank you.